ينضم لنا من الرياض أستاذ التقنية الإلكترونية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المضرف. أهلا بك دكتور عبد الرحمن معنا على عين الخامسة. في البداية نتحدث عن البنية التحتية الرقمية، كيف أصبحت اليوم برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، وصلي على محمد المبعوث رحمة العالمين. شاكر استضافتي وأرجو أن أكون يعني مفيد لما أقدم لمتابعي هذه القناة العزيزة على قلوبنا. الرقمنة والتقنية هي هاجس للدول العالم الآن، والتقدم الآن مبني على حجم الرقمنة الموجودة فيها. ولله الحمد المملكة سابقت وقدمت ودعمت وخططت وأنجزت الكثير من الإنجازات التي اليوم وتضعها في مصاف التنافسية العالمية. ولا غرابة أن من يزرع يحصد، ومن يتعب يجد أثر تعبه. فالمملكة ممثلة بقيادتها، بتوجهاتها، باستراتيجياتها، برؤية 2030، قدمت اليوم يعني نظرة مختلفة تماما للتقنية في عالم يعج يعني كثير من التباطؤ، كثير من الإشكالات الاقتصادية والإشكالات السياسية. ولله الحمد ننعم في ظل هذه الظروف، على رأسها جائحة كورونا، ننعم يعني برقمنة حياتية وجودة حياتية يعني لا مثيل لها، ولله الحمد والمنة. فلذلك يعني باختصار، التقنية هي أحد أهم وأسباب جودة الحياة التي تسعى إليها جميع دول العالم. نعم دكتور عبد الرحمن، اليوم ارتفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية من 60% إلى 81%، ما مدى جاهزية الأجهزة الحكومية برأيك للمزيد من التحول الرقمي فيما بقي من عمر هذه الرؤية؟ والله يا أخي الفاضل، كلامي هذا أقول بابتسامة، رب ضارة نافعة. جاءت كورونا يعني بثقلها وهمها، ولكنها وجدت يعني عقول، وجدت أيدي، وجدت قيادة، يعني حولت من هذه الكارثة أو هذه الجائحة إلى إيجابية، بحيث أنه تم الاعتماد شبه الكلي على التقنية. فلذلك نرى يعني ملايين الطلاب يذهبون إلى مدارسهم، يعني مئات الآلاف من طلاب الجامعات يرتادون يعني مقرراتهم ومحاضراتهم باستخدام التقنية. لذلك أقول أنه جاهزية المملكة أثبتت في ظل هذه الجائحة أن الجاهزية في أعلى مستوياتها، وأن القدرة الإدارية والقدرة الاستيعابية تستطيع أو نستطيع معها أن نقدم أفضل وأكثر من ذلك بكثير. ولا أدل مما نراه الآن في مجموع عدد من القطاعات على رأسها الصحة، التعليم، العدل، تحولت من إدارات قد تكون يعني بعيدة عن التقنية إلى 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 إدارة كاملة بلا ورق. اليوم يعني نضرب مثال جميل جدا بالعدل، عندما تتم كافة الإجراءات عن طريق القنوات الإلكترونية وعن طريق المنصات الرقمية. وأيضا وزارة الصحة كذلك مشكورة، أثبتت يعني بإدارتها ويعني قيادتها أنها مستعدة كبنى تحتية وقيادات شابة، وأيضا مقدرات بشرية، أن تقدم نموذج رقمي لا يعلى عليه. نضرب مثال بوزارة التعليم، اليوم نتكلم عن 7 ملايين ما بين طالب وطالب ومعلم، معلمة وأستاذ وأستاذة، اليوم يرتادون التعليم ويمارسون التعليم يعني بأفضل وأعلى درجاته ومستوياته. فنعم القفزة التي نراها قفزة طبيعية جدا، وأتت يعني كثمار لما بذل من جهود كما بذل من تخطيط في هذا الجانب. نعم دكتور، ما تسعى إليه الرؤية اليوم في خلق يعني بنية تحتية متينة، كيف يمكن أن تكون عن عنصر جذب للمستثمر؟ لا شك أن الاقتصاد العالمي الآن مبني على رقمنة الحياة. نرى الآن دول لا تمتلك أي صناعة لكنها تمتلك المعرفة، والمعرفة اليوم هي لب الصناعة المستقبلية. الجيل القادم من الثورة الصناعية هو جيل الرقمنة. اليوم شركات على مستوى العالم لا تمتلك أي شيء لكن تمتلك المعرفة، فهي الآن في مصاف الدول، أوبر على سبيل المثال، كريم على سبيل المثال. كل هذه الجهات لا تمتلك لا يعني سيارات، ولا تمتلك موظفين، ولا تمتلك لا صيانة ولا غير ذلك، لكن تمتلك المعرفة والفكرة التي بنت بها هذه المنظومة التي تمتلكها. فاليوم التقنية إذا بذل فيها وقدم فيها ودرب الناس وأهلوا ليكونوا على مصاف دول العالم، استطاعوا بناء المعرفة وأيضا تحليل البيانات وأيضا إعادة ترويج وبناء ما يسمى المجتمع المعرفي الذي يستطيع التعامل مع التقنية وتقديمها بشكل كمنتج. اليوم السعودية تعتبر من أفضل دول العالم على عديد من المسارات الرقمية، فهي تنافس مصاف دول العالم.
فأعتقد أنه المعرفة إذا أحسننا استخدامها وقدمناها على أنها منتج سوف نظهر بإذن الله تعالى بتحول رقمي داعم للحكومة الذكية وداعم للاقتصاد المعرفي وداعم أيضا للاقتصاد الذي ننشده في رؤية 2030 بإذن الله. دكتور، الاتحاد الدولي للاتصالات منح المملكة جائزة متساوون في التقنية، ما أهمية مثل هذه الجوائز في رحلة هذه الرؤية؟ والله يعني نفاجأ ولا نستغرب بكثير من الجوائز التي تحصل عليها وتحظى بها المملكة مؤخرا، وهذا يدل فعلا على الإنجاز الذي ليس له مثيل وتقديم العديد من الفرص التي خدمت المملكة وقدمتها عالميا. لذلك هذه الجائزة تعتبر من الإثباتات التحسن الذي نلحظه ونعيشه في مجتمعنا الرقمي السعودي، ونطمح للمزيد ونرى أن الأفق إن شاء الله تعالى يبشر بشمس يعني مشرقة ومستقبل يعني مزهر ومبهر كذلك، وسنرى إن شاء الله تعالى مثل هذه الجوائز تحظى بها المملكة لتكون من الأوائل على مستوى العالم في رقمنة الحياة وأيضا جودة الحياة الرقمية. نعم، هل هناك دور للمواطن السعودي في تحقيق التحول الرقمي وأيضا إنشاء بنية تحتية رقمية قوية للمملكة؟ أعتقد أن المواطن السعودي والمقيم كذلك هم اللاعب الرئيس في كل هذه المسألة. اليوم وبفضل الله تعالى نرى أن كبير السن والصغير، الأم، الأب، الأبناء كلهم معتمدين على التقنية ومستخدمين لها وبجدارة. لكن الذي نحتاجه ونراه هو أنه يعني تقنين نوعية الاستخدام ويعني عدم هدر الساعات الطويلة من قبل المستخدمين وأيضا توظيف إيجابي. اليوم لله الحمد والمنة لا أعتقد أن هناك بيت أمي من معرفة أو من الرقمنة الحياتية. اليوم أصبح طلباتنا، استخداماتنا، تطبيقاتنا التي نستخدمها توكلنا وأبشر وغيرها من التطبيقات التي أثبتت أن المواطن والمقيم على حد سواء مستخدمين إيجابيين وأيضا يعني متميزين مهاريا في استخدام التقنية. أعتقد أنه اللاعب الرئيس والمرجح لكفة رقمنة الحياة هو المستخدم وهو المستهدف وهو المواطن والطالب والأم والأب وهو المجتمع السعودي والمقيم السعودي. أستاذ التقنية الإلكترونية بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن المطرف، شكرا جزيلا لك.